السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من قناة احباب رسول تايب اسمه، نقدم لكم قصة من طرائف بهلول اعقل المجانين، الحلقة الثانية. كان هاروم يبث عيونه وجواسيسه في المجتمع ليأتوه بأخبار مخالفيه وليكون على علم من عقائده ومذاهبه. وذات يوم وشي بهلول إليه بأنه من أتباع ومحب الإمام موسى الكاظم عليه السلام، وحيث أن هارون الرشيد كان على حذر شديد من الإمام الكاظم عليه السلام، وأنه كان يسعى دائما لمعرفة شيعته ومحبيه القضاء عليهم. ولما جاءه الخبر بأن مهلولا من شيعة الإمام، قرر إحضاره وإنزال العقوبة به ليكون عبرة للآخرين. ولما أحضر بهلول القصر، وقف أمام هارون الذي كان الغضب مستوليا عليه، فقال له هارون: سمعت بأنك من شيعة ومحب موسى بن جعفر وأنك تسعى في خلافي. سكت بهلول ولم يتكلم بشيء. كان هذا السكوت مؤذيا لهارون ومثيرا لغضبه أكثر. قال هارون: تظاهرت بالجنون لتفر من عقوبتنا، لكني لست بتاركك. قال بهلول: ما كنت تفعل إن كنت صادقا فيما تقول؟ كان هارون يتوقع من بهلول أنه بعد التهديد يقول شيئا يظهر به تطوره من الإمام الكاظم، ولكنه فوجئ بما سمعه من بهلول وصمم في هذه المرة إنزال العقوبة بهلول. ولكن أي نوع من العقوبة يمكن إنزالها بهلول الذي كان من أرحام الخليفة هارون من جهة، وأنه من أشقد اشتهر بين الناس أن بهلولا مجنونا من جهة أخرى، فلا يمكن إنزال العقوب أشد العقوبة به، لأن بالعقوبة سيقول الناس بأن هارون لم يقدر إلا على المجاني. وعليه أخذ هارون يفكر في طريقة لعقوبة بهلول، وأخيرا أمر بخلع ملابس بهلول وألبسه ما يسرج به الفرس، ثم أمر بوضع لجام على فمه وأخذوا يدرون به في المدينة. ولما عاد بهلول إلى القصر وأجرى في حقه أمر الخليفة، كان وزير هارون في القصر، وحيث أن الوزير لم يكن يعلم خبر بهلول وأنه لماذا يفعلون به هكذا، قال: ماذا فعل بهلول؟ لم يجبه أحد بشيء. قام هارون من كرسيه ونفض رداءه بغرور، ثم وقف أمام بهلول وقال: ألم تسمع ما قال وزيرنا؟ أجبه إذن. فالتفت بهلول إلى الوزير بكل وقار وسكينة، ولم يبدو على وجهه آثار الانزجار من الخليفة، ثم قال: دعاني أمير المؤمنين وسألني شيئا فأجبته جواب الحق، فخلع أمير المؤمنين لأجل ذلك ملابسه الغالية وأهداها إليه. نعم، لقد تغير وضع المجلس الخليفة بسماع هذا الكلام، فلم يتمالك الجميع أنفسهم من شدة الضحك، ما فيهم هارون نفسه، فإنه ضحك ضحكا كثيرا. بعد لحظات هدئ المجلس، ثم أمر هارون بخلع ما على بهلول من السرج واللجام، وأمر بإحضار خياطه الخاص، وقال له: اهدي إليه أفضل ما خطه لي من ملابس. لكن وقبل أن يأتمر الخياط بأمر الخليفة، قال بهلول: لا حاجة لي بملابس الخليفة. ثم لبس ملابسه البالية وخرج من القصر.